بداية تاريخ الإصابة حدث في حرب 2000 كنت سائق إسعاف أمارس مهنتي في هاي اللحظة تم إصابتي ببتر فوق الكوع يد اليسرى فوق الكوع أما اليد اليمين كانت إصابة خفيفة تم اشتعال فكرة إنشاء النادي الرياضي هو سببه تحفيز بسبب الإصابة أشعرتني أو أجبرتني أن أنا أبقى ملاصق للأندية الرياضية لذلك أنا تولدت عندي فكرة النادي الرياضي بلو بالأخص كمال الأجسام لأن أنا مسبقا كنت أنا ألعب في هاي اللعبة قبل الإصابة الصعوبات اللي واجهتني في هاي الرياضة بداية كان طبعا من الصعب جدا وليس أصلا يعني من السهل ان انت تستخدم هاي الرياضة بايد واحدة الرياضة هذا طبعا بالاخص لعيبة الرياضيين بيعرفوا ان هاي الرياضة بدها ايدين تستخدم كلتا اليدين يعني اليمين والشمال من اصعب ما يمكن انك تلعب هاي الرياضة وتستطيع انك توازي ما بين الجهة اليمين واليسرى فواجهتنا صعوبات كثيرة جدا 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 لذلك انا لما انا استطعت ان انا اخترع هذا الجهاز واصنع هذا الجهاز من نفسي وليس من الاخرين استطعت ان انا احقق الانجاز الرياضي وبدت هان الصعوبات تندحر وتنتهي واصبحت الماده الرياضيه او المكان الرياضي هذا مكان سهل جدا جدا احقق فيه طموحي وحلمي ان شاء الله تعالى. طموحي طبعا ان انا اصل للعالميه في هاي اللعبه لاصحاب الاعاقه الخاصه. وأمثل فيها فلسطين وأفتخر بها ثلاثة أربعة خمس بكفي يا صاحب